هدي الحبيب فيه الفلاح والهنا فيه دنيانا تطيب. يدعو الإله عباده من ذا دعاه فلن يخيب. فاعلم أمور عقيدة تسمو بذي عقل لبيب، كي تستقيم حياتنا في ظل منهاج مصيب. واعلم مسائل ديننا ولتسأل الشيخ يجيب، ولتسأل الشيخ يجيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أخواني أخواتي، مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد في أيام هذا الشهر المبارك. من المسائل التي ندرسها إن شاء الله في هذا اللقاء هي مسألة الصلاة على الجنازة. نعلم أنه ورد أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة، حديث عائشة، وعن غيرهم من الصحابة في فضل الصلاة على الجنازة، وأن من صلى على جنازة فله قراط، فإن تبعها حتى يفرغ من دفنها فله قراطان، يعني بالقراط الأول لما جاء في اللفظ الآخر عند مسلم: من خرج مع الجنازة أو خرج مع جنازة من بيتها وكان معها حتى يفرغ من دفنها فإنه يرجع بقراطين من الأجر. وهذا الخبر يدل على أن من صلى على جنازة فله قراط، وإن تبعها فله قراط. ثم هناك بحث كلام لأهل العلم في هذه القراريط، وهل هي مختلفة وإلى غير ذلك، كلام بسط أهل العلم في كتب الشروح وغيرها من الكتب، لكن الجانب يتكلم فيه وهو: هل تتعدد القراريط بتعدد الجنائز؟ كما لو صلى إنسان على جنازتين، هل له قراطان على عشر جنائز، عشرة قراريط؟ فإن تبع هذه الجنازة، صلى على جنازتين وتبع الجنازتين، له في كل جنازة قراطان من الصلاة وكونه تبعها. هذه مسألة فيها كلام لأهل العلم، وظاهر الأدلة والله أعلم، والله أعلم، أن كل جنازة بقراط، هذا هو الظاهر، لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى على جنازة. هذا صلى على جنازتين، ما صلى على جنازة. لكن أطلق عليه الصلاة والسلام في هذا فبين الفضل، وهو قراط لكل جنازة في الصلاة، وقراط آخر بتبعيته للجنازة أو كونه يتبع الجنازة. ونعلم أن القراريط تختلف على الصحيح، فالذي يخرج معها من البيت ويكون معها حتى يصلى عليها، ثم يكون معها ولا يفارقها حتى يفرغ حتى تدفن، وينتظر بعد الدفن فيدعو، فله قراط أعظم من قراط غيره. ولهذا في اللفظ الآخر عند مسلم: أصغرهما مثل أحد، قال: مثل الجبلين العظمين، أصغرهما مثل أحد، دل على أن القراريط مختلفة في الأوزان. فمن صلى على جنازتين فله قراطان في مئة. ويدل عليه أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: من خرج مع جنازة من بيتها، فعلق القراط بخروجه مع الجنازة. فلو أنه خرج مع جنازتين، خرج مع هذه الجنازة من بيتها، ثم خرج مع الجنازة الأخرى من بيتها، ثم صلى على الجنازتين جميعا، فله قراطان، فله، لأنه خرج مع هذه من بيتها فحصل على الوصف المذكور الحديث، ثم خرج مع الجنازة الأخرى، فإذا جمعتا وصلي عليهما، صلي عليهما، فكما أن له قراطين بكونه صلى، كذلك له قراطان في كونه تبعهما. ويدل عليه لو أنه صلى على كل جنازة وحدها، وصلي على كل جنازة وحدها، كان له بكل جنازة قراط. فإذا اجتمعت الجنازتان وصلي عليهما المعنى واحد. ثم اجتماع الجنازتين قد يكون أبلغ، من جهة أنه في الغالب حينما تجتمع الجنائز يكثر المصلون ويكثر الشفعاء،
فلا يقال إنه حينما تتفرق الجنائز يكون له على كل جنازة قيراط، وإذا اجتمعت يكون له قيراط لكل الجنازتين. هذا قد يخالف المعنى المقصود أو المراد في الشريعة وهو الاجتماع، ولهذا اجتماع الجنائز في الصلاة عليها أبلغ، لا من جهة اجتهاد الناس الدعاء حينما يرون الموتى وأنهم بهذا العدد، وكذلك اجتماع الناس وكثرة الشفعاء. فالمعنى والله أعلم يدل على أنه في حالة الاجتماع من باب أولى، كما أنه لو صلي على كل جنازة وحدها بلا إشكال لكل جنازة قراب، فمن باب أولى إذا اجتمعت الجنائز وصلي عليها لتحصيل المعنى المطلوب في الشريعة وهو الاجتماع في الشفاعة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في حديث أنس وحديث عائشة، في حديث أنا حديث عائشة أنه إذا صلى من يعني رجل يقوم عليه 100 إلا شفعهم الله فيه، كذلك في حديث أنس صحيح مسلم لكن لعله ما ساق لفظه، وفي حديث ابن عباس 40 لا يشركون بالله شيئا، فذكر 100، فدل على أن الزيادة في العدد مطلوبة، الزيادة في العدد مطلوبة. فإذا اجتمع مثلا لو كان عندنا جنازتان، لو كان عندنا كل جنازة فيها 40، فكونه يجتمع أهل الجنائز ويصلى عليها صلاة واحدة ويصلي على كل جنازة 120 أفضل من كون يصلى عليها متفرقة لكل جنازة من يتبعها من أهلها. ثم أيضا جاء في لفظ عند البخاري من صلى على جنازة مسلم علقه بالمسلم، وهذا صلى على مسلمين، صلى على مسلمين. فلهذا ظاهر الأخبار التي جاءت في هذا الباب تدل على تعدد القراريط بتعدد الجنائز كما تقدم، لأن الأوصاف المعلقة فيها دالة على ذلك، دالة على ذلك ومتحققة في كل صلاة على الجنازة. ثم أيضا النفع المتعلق الشفاعة الحاصلة من المصلي لإحدى الجنازتين غير الشفاعة الحاصلة للجنازة الأخرى، فيعني أو قصدي النفع الحاصل من صلاته على الجنازتين ليس واحد، فهو شفع لهذه وشفع لهذه، ولا يقال مثلا أنه إذا شفع لجنازة واحدة فله قيراط، وإذا شفع لجنازتين بدعائه له قيراط. لا، هو حينما كان دعاؤه و كذلك اجتهاده في شفاعته في أخيه المسلم في دعائه وفي سؤال الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، هو في الحقيقة نفع لهذا ونفع لهذا. وكلما كثر عدد الموتى فإنه تتكرر الشفاعة بتكرر الموتى، والمعنى يقتضي أن لكل شفاعة أجرها. وكذلك في الحياة الدنيا الإنسان لو أنه شفع مثلا لعشرة من الناس مرة واحدة وشفع آخر لواحد، لا يقال من شفع لواحد أجره كمن شفع لعشرة، ولا يقال إن من شفع لعشرة متفرقين فإنه يعطى أجر شفاعة عشرة، ومن شفع له مجتمعين يعطى شفاعة واحد، يعني في أمور الشفاعة في الدنيا. فأخوك المسلم الذي الآن أسلم الروح ومات هو أشد حاجة وأشد ضرورة إلى شفاعتك له بالدعاء له من هذا الحي القائم بنفسه. فحينما تقوم وتدعو له لهذا الميت ولهذا الميت، فيرجى لك من الأجر وما جاء في الأخبار بذكر القراريط التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة على أخيك المسلم. فالأظهر والله أعلم أنها تتكرر بتكرر أو تتعدد بتعدد الجنائز، وهذا في باب الفضل، وفضل الله واسع، والمسلم يحسن ظنه بربه، والله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بسبحانه وتعالى. المسألة الأخرى في هذا المجلس هي مسألة في الحقيقة يحصل فيها شيء من ربما الخلاف بين الناس أحيانا خاصة في المساجد، وهي حضور الصبيان
في المساجد سواء مع آبائهم أو مع أمهاتهم. أولا، هل يجوز إحضار الصبيان إلى المساجد أو لا يجوز؟ وإذا جاز هل يجوز مطلقا أو لا بد من ضوابط؟ ظاهر السنة أن إحضار الصبيان من الأمر، يعني من الأمر المتقرر، من الأمر الذي النبي أقره عليه الصلاة والسلام، بل فعله عليه الصلاة والسلام، وهذا ثابت في الأخبار الكثيرة في حضور الصبيان إلى مسجده عليه الصلاة والسلام. وأدلة في هذا كثيرة، منها ما ثبت الصحيحين عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال: إني لا أدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف لما أعلم من شد من وجد أمه به. ورواه أيضا البخاري أيضا من حديث أنس، وقال إنه عليه الصلاة والسلام يدخل في الصلاة ويخفف مخافة أن تفتن أمه، يقول أنس رضي الله عنه. وكذلك في البخاري من حديث أبي قتادة قال ذلك، وأنه عليه الصلاة والسلام يخفف إذا سمع بكاء الصبي. وهذا واضح وظاهر أنه كان معها، والقول بأنه كان في البيت هذا بعيد، هذا بعيد. وثبت في الصحيحين أيضا من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام جاء يحمل أمامة، يحمل بنته أمامة بن زينب لأبي العاص بن الربيع، ثم أسلم بعد ذلك، كان يحملها عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية مسلم يؤم الناس، وهو ظاهر في الفريضة. وجاء في مسلم أنه خرج علينا ونحن في المسجد، وهذا ظاهر أنه خرج عليهم لأجل أن يؤمهم، وقد يكون خرج عليهم في غير وقت الصلاة، لكن هذه الرواية تفسرها الروايات الأخرى في الصحيح أنه صلى وهو يحملها، وكذلك يؤم، وأنه أم الناس عليه الصلاة والسلام وهو يحملها. وهذا أبلغ في الحقيقة، أبلغ من حضور الصبيان، يعني هو يحملها عليه الصلاة والسلام. وفي هذا إبطال لما كان عليه الجاهلية من معاملة المرأة وعدم المبالاة بها والعناية بها، فالنبي عليه حملها وصلى وهي معه وكان يحملها، وكان عليه الصلاة والسلام إذا سجد وضعها ثم إذا قام حملها، يعني يترتب عليه عمل وحركة منه عليه الصلاة والسلام، وربما انشغل بها بعض الشيء، ومع ذلك وهو يؤم الناس صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أبلغ في باب التربية في هذا الباب، واللين وحسن التعامل مع الصغار، خاصة مع الجواري، بالعطف عليهن ورحمتهن والأنس بهن إلى غير ذلك مما هو في السنة كثير ولله الحمد، إذا لاحظنا هذا الأمر وهو يصلي بالناس صلوات الله وسلامه عليه. بل جاء ما هو أبلغ في هذا الباب، وهو ما رواه المحمد، وهو آخر حديث في صحيح في المسند، وهو بسناد صحيح من رواية عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي عن أبي شداد بن الهاد الليثي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى بهم صلوات الله وسلامه عليه، صلى بهم، قال شداد: فسجد بين ظهراني صلاته سجدة ظننا أن نفسه قد قبضت من شدة إطالته لها عليه الصلاة والسلام. يقول شداد رضي الله عنه: فرفعت رأسي، يعني وقع في نفس الشيء، ما الذي جعل النبي يطيل سجوده عليه الصلاة والسلام، كان قريبا منه. قال: فرفعت رأسي ينظر، قال: فرأيت الحسن والحسين على ظهره، الله أكبر، على ظهره وهو في السجود ويصلي بالناس، ومع ذلك ينتظر. فبعدما فرغ من الصلاة قالوا: يا رسول الله، قد سجدت سجدة بين ظهراني صلاتك ظننا أن نفسك قد قبضت. قال عليه الصلاة والسلام: إن ابني احتملني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته، الله أكبر. النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما أخذ بالصبي يعني برفق يمكن أن يأخذه برفق وأن يجعله جانبه من هنا ومن هنا، تركه حتى فرغ من حاجته. مع أن هذا لا شك ربما يكون فيه مشقة الناس، لكنها فيها من الدروس والعبر الشيء الكبير، فهو من باب تحصيل المصالح و
العظيمة، وإن حصل في ضمنها شيء من الأمر هو مشقة، لكن ما يترتب على ذلك المصلحة العظيمة، وخاصة في مثل هذه الحال في الصلاة. وثبت أيضا عند أحمد وأبي داود وحي بريدة وحديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب يوم الأيام، فجاء الحسن والحسين يعثران يمشيان لأنهما صغيران يعثي ويسقطان يعني، وكان النبي يخطب الناس يحدثهم عليه الصلاة والسلام، وهو إما أن يخطبهم في جمعة وإما أن يخطبهم في أمر مهم، ومع ذلك الناس يعلمون هديه عليه السلام، لم يتعرض الصبيين ولم يزجروهما، والنبي بين ما هو أبلغ، نزل من المنبر لما رآهما نزل، فأخذهما وحملهما قال صدق الله إنما أموالكم ولادكم فتنة، قال رأيت هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى نزلت فحملتهما. نزل من المنبر أمام الناس وقطع خطبته حتى حمله معه صلوات الله وسلم. وهذا يشبه ما تقدم من صعود الصبي الحسن حسين على ظهره يصلي، وهذه أخبار في مثلها تدل على ما كان عليه عليه الصلاة والسلام في تربية أصحابه إلى مثل هذا التعامل. وهذا يقودنا إلى هذه المسألة، وهو أن الصبيان وحضورهم للصلاة كان معهودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بل ولو حصل منهم شيء من الإشغال لكن لا يحصل شيء من الإيذاء، المحذور هو الأذية إذا كان الصبيان حينما يحضرون يزعجون المصلين والمصليات مثلا بعبثهم بالمسجد أو بمرور من هنا ومن هنا فيقفزون على المصلين وعلى الناس، هذا لا، هذا يتلافى. لكن إذا كان من الصبيان أو الجوار الصغار الذي بالعادة وخاصة إذا كان مع أمه قد يبكي ونحو ذلك، فهذه وإن كانت مفسدة لكن إما أنه لدفع مفسدة أكبر أو لتحصيل مصلحة أعظم على حسب تقرير هذه المسألة. وفي كلام كثير لأهل العلم مبسوط في كلام رحمة الله عليهم في شرح هذه الأخبار في هذا الباب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنه يدخل الصلاة فيخفف خشية أن يشق على أمه لما يعلم من وجد أمه به إذا أطال الصلاة، وربما أيضا لا تحضر في صلاة حضورا تاما، ومع ذلك لم يأمرها ويقول صلي في بيتك ويقول الصلاة في بيتك أفضل، وما قال ذلك. ولهذا لأن المرأة ربما ترغب تصلي مع الناس، وفي دلالة على أنه ربما كانت الصلاة وفي صلاتها من المصالح والفوائد ما لا يحصل بصلاتها إذا كانت في بيتها، فتوازن فلا بأس، ولو ترتب على ذلك حضور صبيها معها أو جاريتها خاصة إذا لم يكن هناك من يقوم به في البيت فهذا لا بأس به كما تقدم. لكن نعلم أن الصبي إذا كان مميزا هذا واضح، بل أمره بذلك أمر مشروع، وإن كان دون ذلك فإن كان يعني يفهم وعنده شيء من إدراك وإن كان دون التمييز أيضا لا بأس به، يقوم في الصف ويصلي مع الناس وإن كان غير مميز ولا يصح من هذا، لكن يعلم ويدرب. وإن كان دون ذلك من الصبيان الصغار الذين يحملون فهذا لا بأس من حضوره إذا كان لا يترتب على ذلك أذية، بمعنى أن والده يحفظه معه، وكذلك إذا كان مع أمه فإنها تحفظ هذا الصبي أو تحفظ هذه البنت ويترتب عليها شيء من هذا. وهدي عليه الصلاة والسلام مع الصغار هدي عظيم في أمور كثيرة في غير الصلاة، وهذا كثير، وكان النبي عليه الصلاة والسلام تعرض له الجارية الصغيرة التي في عقلها شيء فتأخذ بيده ويقول يا فلانة انظر أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. وثبت في البخاري من حديث أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص أنها قالت جئت مع أبي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان علي ثوب أصفر، فقال سنه سنه يعني بالحبشية حسن، وكانت قد تربت في بلاد الحبشة وتعرف شيء من لهجتهم، فقال سنة سنة أي حسن حسن. ثم قالت رضي الله عنها وكانت صغيرة فذهبت ألعب بخاتم النبوة يعني في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، عملت إلى خاتم النبوة جعلت تعبث به تعبث به، فقال عليه قالت فجبرني أبي يعني زجرها
فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعها دعها. ثم قال أبلي وأخلفي أبلي وأخلفي أبلي وأخلفي أو قال وأخلقي أو يعني معنى أخلفي يعني أو في لفظ الأخوة يخلف الله سبحانه وتعالى. فدعا بهذه الكلمات لها عليه الصلاة والسلام بثوبها الذي لبسته وهكذا. بل إنه عليه الصلاة والسلام يعني كما يقال يدع للصغار مساحة واسعة من إبراز ما عندهم من النشاط واللعب، وإن كان يترتب عليه شيء من الأمور التي لا يرضاها الكبار، ربما بعض الناس لا يرضى مثل هذا. وهذا يدعونا إلى تعلم هديه عليه الصلاة والسلام. يعني نعلم أن كثير من الناس حينما يرى الصبي مثل يعبث ببعض الأشياء في البيت مثلا بالأواني بشيء من الطعام يغضب ويزعج وكذا وكذا، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى ولو عبث الصبي عبث بشيء من الطعام فإنه كان عليه الصلاة والسلام يرفق به، بل كان يتركه ولا يزعجه ولا يقلقه لما فيه من كسر لنفسه. ثبت في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بتمر يعني وضع عنده مثل كومة التمر ذلك لأجل أن يوزعه عليه الصلاة والسلام، قال فجعل الحسن والحسين يعبثان يلعبان أو يعبثان بالتمر مثل ما يأخذ الصبيان تمر فربما يرمي به هنا ويرمي به هنا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وهم يعبثان به يلعبان به. ولم يكن عليه الصلاة والسلام يتعرض لهما إلا أنه لما أخذ أحدهما تمرة فأراد أن يأكلها قال عليه الصلاة والسلام أخذها منه عليه الصلاة والسلام حتى لا يأكلها. وجاء في اللفظ الآخر أنه قال إنا لا تحل لنا الصدقة نحو ذلك. فهذا هديه وهذا سنته عليه الصلاة والسلام في عدم القلق والانزعاج في أمر الصبيان، وهذه هدي العلماء رحمة الله عليهم، هذا هدي العلماء وتربيتهم ممن تربوا ممن شربوا العلم. وقد ذكروا في ترجمة أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي رحمه الله، وكذلك أخوه أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة وهما إمامان كبيران رحمة الله عليهم، كان أولاده يتعاركون أمامه وكانوا يحصل بينهم شيء من يعني ربما اللعب وشيء ربما من الصراخ، فلم يكن يتعرض لهما ولم يكن يزجرهما رحمة الله عليهم إلا في حدود حينما يكون في اعتداء ونحو ذلك. وقال بعضهم لعله المغيرة مقسم الرب عرامة الصبي في صغره ذكاء له في كبره، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يا قاصدا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب فيه الفلاح والهنا فيه دنيانا تطيب. يدعو الإله عباده من ذا دعاه فلن يخيب، فاعلم أمور عقيدة تسمو بذي عقل لبيب، كي تستقيم حياتنا في ظل منهاج مصيب، واعلم مسائل ديننا ولتسأل الشيخ يجيب، ولتسأل الشيخ يجيب.